السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما أخذنا الـ statements الأساسية في الـ select والـ insert والـ update والـ delete والـ create والـ alter والـ drop والحاجات الأساسية والـ view والكلام ده كله كده، دي المرحلة الأساسية الثابتة مع كل اللغات، أو يعني الـ structured language أو الـ structured query language المشتركة ما بين أغلب قواعد البيانات. بعد كده بنعلى، بنخش في لغه بيسمى في الشكل العام بروسيجر لانجوج، اللي هي لغه البروسيجر، اللغه الاجرائيه او لغه البرمجه اللي جوه الداتابيز. بنكون بيها بروسيجرز، بنكون بيها فانكشنز، بنكون بيها يعني هم بيسموا ستورد فانكشن، ستورد بروسيجر، تريجر، بنكون بيهم ايفنت، بنكون بيهم يعني حاجات كتير، جوبز. يعني بنكتب كود بقى في لوجيك، في اف، في لوب، في اريز، في يعني بنكتب كود متطور، في فاريبلز، في بقى نبدا نشتغل بقى شغل ايه يعني شويه مايل للبرمجه. من اول مرحله دي هيبان الفروق ما بين الداتابيس انجنز المختلفه، يعني نبدا يبدا السنتكس بتاع اللانجوج بتاعت الماي سيكوال غير اللانجوج بتاعت الاوراكل، غير اللانجوج بتاعت الاس كيو سيرفر، غير بس الكونسبت ستيل واحد. يعني مثلا هنا لما بنعمل اساينمنت بنعمل ست، هناك بنكتب على طول في اللغه الثانيه، هنا بنكتب ديفولت ونحط القيمه الافتراضيه، هنا بنحط كور وبيساوي، تبقى دي القيمه الافتراضيه الست، لكن هو كل واحد. فطبعا عشان نقدر نجتاز اللغه دي هناخد يعني داتابيس انجن واحده نطبق عليها الجمل دي، لان مش هتمشي معاك نفس الاسلوب، لكن الفكر لو اتنقل لك هنا خلاص هتلاقي نفسك برضه نفس، هتلاقي الاف هنا في اف هنا، اللوب هنا في هنا لوب، البروسيجر هنا في بروسيجر هنا، الفانكشن هنا في فانكشن هنا، التريجر هنا في فانكشن في تريجر هنا، المفاهيم بتاعت التريجر هنا زي ترانزاكشن هنا ترانزاكشن هنا، هتلاقي بقى المفاهيم واحده بس السنتكس بيختلف. مش مهم، احنا الغرض ان احنا نوصل لايه؟ للمفاهيم الاساسيه. اول موضوع ان شاء الرحمن هنتكلم عليه في البروسيجر لانجوج، ولذلك انا دخلت على ماي اس كيو ال، على اسنان هنبقى نتابع على الجزء الادفانسد اس كيو ال اللي هو البروسيجر لانجوج، هنكتبه جوه الماي سيكوال على الداتابيس بتاعتنا اللي هي السكور اللي احنا شغالين عليها. هناخد اول امر ان احنا نكريت الفانكشن ذات نفسها. يعني ايه فانكشن؟ فانكشن يعني مجموعه من الاوامر ليها اسم، وقت ما بستدعي اسمها بتتنفذ الاوامر كلها على بعضها، خلاص، بغرض ان احنا ننفذها طبعا على الداتا على كله. خلينا نشوف اول اكزامبل ان شاء الله ناخده مع بعض. دخلت في الاس كيو ال، اول امر انا بحاول اكبر قدر الامكان. اول حاجه انا ببدا بكرييت وبكرييت فانكشن، تمام، زي ما بنبدا كرييت تيبل، كرييت فيو، كرييت، كله بنفس الاسلوب. كرييت فانكشن واديها اسم، مثلا هنا بكتب الفانكشن، الفانكشن نيم، خلاص اسم الفانكشن، تمام، كرييت فانكشن ودي اسم الفانكشن نيم، واعمل قوسين دول كده على اساس ان دي هنا اقدر احط الانبوت الارجيومنتس البارامتر او البارامتر اللي احنا عايزين نضيفها، اللي هي القيم المرسله للفانكشن عشان تشتغل. لو سيبناهم فاضيين معناها ان مفيش انبوتس للفانكشن دي. بعد كده بنحدد الفانكشن دي زي كل لغات البرمجه، بنحدد الريتيرن فاليو للفانكشن، ريتيرن فاليو للفانكشن، الفانكشنز موجوده على طول في الداتا بيز ماست بي، لازم ترجع فاليو، خلاص لازم بترجع قيمه. عندنا البروسيجر هو مفهوم مطابق جدا للفانكشن، وده مش شرط في ان احنا نحدد الريتيرن فاليو. فبنيجي هنا بعد ما بنعرف فانكشن بنكتب كلمه ريتيرن، وهتلاقي عندنا كلمتين، عندنا كلمه اسمها ريتيرن وعندنا كلمه اسمها ريتيرنز، خلاص نلاحظ الاثنين. لما نيجي بنحدد الداتا تايب اللي هترجعها الفانكشن دي، بنحدد نوع البيانات اللي هترجعها الفانكشن دي، بنستخدم كلمه ريتيرنز اللي هي بعد كلمه كرييت فانكشن واسم الفانكشن، بنكتب ريتيرنز وبنحدد الداتا تايب اللي هترجع. كلمه ريتيرن هي القيمه اللي هترجع، في فرق بين الداتا تايب والقيمه. اما اقول دي هترجع انت كده حددت النوع، لما اقول له رجع 15 دي الفاليو، خلاص كده. فانا اقول له ريتيرنز وليكن بتريترن مثلا انت. طبعا انواع البيانات مش هتكلم عليها، لان هي نفس انواع البيانات اللي كنا متعرفين عليها في الداتا بيز مانجمنت سيستم، هشتغل عليها. خلاص قلت له ريتيرنز انت، خلاص هتعرف ان هي بتريترنز ايه؟ انت، او الريتيرن فاليو بتاعتها هتبقى من التايب انت. بعد كده ببدا الفانكشن بتاعت كلمه بيجن البدايه، وبرميها في كلمه ايه؟ اند سيمي كولن. بص هتكلم على السيمي كولن. بالحاله دي كده احنا ده الشكل الاساسي للجمله، وابدا ما بين بيجن وانت بتبقى الايه؟
الستيتمنتس اللي انا عايزها عشان تتنفذ. طبعا ما فيش مشكله لو عملنا كده يعني. ما عندناش مشكله في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاسطر، لكن معانا مشكله في السيمي كولن. لان السيمي كولن في حاله ان الامر انتهى وان هو هيبدا امر جديد. عجبه انا هقول له ايه؟ هقول له بعد ما بين بيجن وانت هقول له ريتيرن وليكن. طبعا وليكن في هنا كودز طبعا، بس انا مش هعمل طبعا سيمبل الديفلوبمنت دلوقتي. فهنا هيبقى في كودز ايا كان، احنا هقول له ريتيرن مثلا اي رقم وليكن 17 وسيمي كولن كده اهو. لو تخيلنا كده الفانكشن البسيطه دي، فانكشن اسمها فانكشن نيم و بتريتيرن انتو وهتريتيرن 17 ثابته يعني، حتى لو مفيش فيها تانيه. تمام؟ طيب هنتكلم على كذا حاجه. اول حاجه ان انا عندي اثنين سيمي كولون، وده هيعمل كونفليكت للديتابيز انجن يعني. لان لو جينا نفذنا الامر هيقول لي ان في ايرور وبتاع وكلام من ده. طبعا الايرور ده بسبب في الاساس ان احنا عندنا اكتر من سيمي كولن، واحنا عارفين المفروض الامر بيبقى سيمي كولن واحده. وطبعا ده مش صح، احنا الفانكشن دي كلها من اولها لاخرها هي بالنسبه لي امر واحد. فهنيجي نقوم عاملين ايه؟ هنعرف حاجه اسمها ديليمتر. هنعرف حاجه اسمها ايه؟ ديليمتر. الديليمتر اللي هو المحدد اللي من خلاله بقى بفصل الجمله. انت لو نزلت اصلا في الماي سيكوال زي بعينها في الماي سيكوال اتش بي ما قلنا، هتلاقي ان الديليمتر بيتحدد تحت السيمي كولن. يعني ده هو ده الفاصل الرئيسي ما بين ايه؟ ما بين الاوامر او نهايه كل ايه؟ كل امر احنا محتاجينه. تمام؟ ولذلك بيستخدم كايه؟ كاصل. طبعا مش لازم كل الداتابيز مانجمنت سيستم او كل الاي دي اي او كل البرامج اللي بتمانج بيها الداتابيز تبقى بنفس الاسلوب بتاع البي اتش بي ماي ادمن، يبقى في تحت حاجه اسمها ديليمتر. عشان كده بتكلم بشكل الكود العام. فقلت له الديليمتر يعني محدد لهذه الجمله، وادي له اي رمز مثلا اثنين دول ساين شغال، اثنين سلاش شغال، علامتين في المية شغال، علامة هاش شغال، اثنين علامة هاش شغال، المهم يديله رمز يكون ما بيستخدمش اثناء الكود. فلو جيت عملت الديليمتر هاش، هل هنا في الاخر كده وعامل له ايه؟ هو مقفل بهاش، كده هيفهم ان الايه؟ ان الامر انتهى. اول ما بيشوف الهاش بيعرف ان احنا خلاص عملنا نهينا جوه. طبعا احنا وارد ان البي كيو اي ادمن تعترض على الديليمتر هاش، لان هي طريقتها في الديفينيشن بعرفه هنا. خلاص؟ لكن انا بوريك ان هي دي الستاندرد. يعني لو انت كاتب بتكتب على الكونسول وعايز تبعت الامر تكتبه زي ما انا كاتب دلوقتي. لكن احنا لو رحنا هنا وعملنا جو عشان اكزكيوت الامر هيقول لي ان هنا الفانكشن نيم اوريدي اكزيست. ماشي، قلت له خلاص خليها فانكشن نيم 1. خلاص فانكشن نيم 1 مثلا وليكن فانكشن نيم 1، قلت له جو. خلاص قال لي تمام، ما زعلش من الديليمتر واخده وعرف ان اخره هيقعد في الجمله ومفيش عنده اي مشكله. حلو جدا. دي اول ايه؟ اول فانكشن احنا بنعملها. هاخدها كده على جنب. وجاي قايل له ايه؟ طب انا هعمل اس كيو ال، عايز اراجع على 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 الفانكشن عملتها. لما باجي على الفانكشن عملتها بقول له سيلكت، وبكتب اسم الفانكشن اللي هي فانكشن نيم 1. خلاص كده. سيلكت فانكشن نيم 1. ما بقولش فروم ايه؟ لان مفيش تيبل ولا حاجه، فانا بس سيلكت الفانكشن نيم 1، فالمفترض ان هو يريتريف ليا اللي هي رقم 17. لما دوست ران ادي سيلكت فانكشن نيم 1، وكانت الريتيرن فاليو كام؟ 17، اللي هي نتيجه الايه؟ الفانكشن اللي اسمها فانكشن نيم 1. دي كده ازاي نكريت الفانكشن بيزك فانكشن والريتيرن فاليو، وازاي نقدر ايه؟ نستدعي الفانكشن اللي موجود.